التي تأتي شوطا تلو الآخر. انطلق الشوط الثامن والعشرون في مجموعة أشواط صباح هذا اليوم، والخاص أيضا هناك بالقعدان الحقائق بمنافسة قوية تنطلق بأمان المشاركين لتحقيق الفوز والناموس في هذا الانطلاق. هنا نتابع مقدمة هذا الشوط، وفي المركز الأول ياتي حشيم فيصل بن سالم بن سعيد المنعي على مقدمة الشوط وعلى المركز الأول. ننتقل مباشرة إلى المركز الثاني من خلال أيضا هذا الإبداع والانطلاق بوجود الطائر عبد الله بن المر بن سعيد بن حلوة الاكتبي، بينما المركز الثالث من الجانب الآخر يأتي أيضا من خلال هذا الشعار، شعار أيضا المصانع الجنوبية، وبوجود كذلك شاهين منصور بن محمد بن قردوس العامري من بدأ يسيطر على المقدمة. المركز الثاني تدخل مغادر سالم بن حمد الشمالي الاكتبي بالشمالي الاكتبي، بينما المركز الثالث الطائر عبد الله بن مر بن سعيد الحلو الاكتبي. المركز الرابع من الجانب الاخر تدخلت الاسماء، انطلقت الشعارات، تواصلت ايضا هذه الابداعات الكبيره مع المركز الرابع في هذا الانطلاق المميز. المتحد حامد بن حمد بن سالم بن فهيدة المري، والمركز الخامس وصل ايضا هناك الشبابي محمد بن عظمان بن مبارك العامري، ووصول ايضا الكايد سيف بن سيف بن خيرات العامري في المركز السادس. سابعا متقدما ايضا شعار المنعي مع فيصل بن سالم بن سعيد المنعي ووجود حشيم. المركز الثامن من الجانب الاخر يتقدم الحذر محمد بن عبد الله بن هادي ياتي كذلك في المركز الثامن، بينما المركز التاسع هذا مشهور خالد بن عبد الله بن جروح الشمري يصل ايضا مع مشهور في هذا الانطلاق، ووصول الطياري حمد بن جعفر بن سيف بن مرخان الاكتبي يصل في هذه اللحظات على المركز العاشر في هذه التحديات المثيره والابداعات الكبيره. الله يا بن كردوس، يا بن كردوس حافظ على هذا الموقع، موقع يتمناه ايضا اهالي القعدان في هذا الشوط وجميع المشاركين في هذا المهرجان في ارضيه هذا الميدان. وصل بالرقم واحد متعب متعب متعب، يتقدم عيد بن زايد بن حمد المزروعي. وصل هذا الشعار الذي بدا في بدايه هذا اليوم بمحاوره قويه للغايه مع المراكز المتقدمه، مع شعار ايضا بالصايغ متقدما في هذا الانطلاق بوجود ايضا متعب. عيد بن زايد بن حمد المزروعي يصل ايضا على مقدمة هذا الشوط، دير مالك سويل بن زويد وتابع ايضا متعب ايضا على الصدارة. المركز الثاني بدأ التقدم من الذيب سالم بن سيف بن مبارك الاكتبي يصل في هذه اللحظات. المركز الثالث كذلك من الجانب الاخر شاهين منصور بن محمد بن كردوس العامري، وايضا المتحد حامد بن حمد بن سالم بن فهيد المري في المركز الرابع. المركز الخامس مع بن خيرات الكايد سيف بن سيف بن خيرات العامري يصل في هذه اللحظات راعي الكايد في المركز الخامس. المركز السادس الله، هناك ايضا مشاهدين البرزان عبد العزيز بن قاسم بن ربيع الكواري يصل الكواري في اللحظات الاخيره. اشتدت المعركه، اشتدت المعركه، خلاص بدأنا بالاقتراب من منطقه الاعلام الخليجيه التي ترفرف ترحيبا بكل المشاهدين ومحبي هذه الرياضه والمتنافسين لتحقيق كلمه الناموس. الله الله الله، هناك المقدمه والصداره في هذا الانطلاق وفي هذا الابداع الكبير مع وجود ايضا وانطلاقه الذيب. الذيب الذيب الذيب، خلك ذيب ولا كلتك الذيابه. الله يا الذيب، الله يا الذيب. سالم بن سيف بن مبارك بن غويث الاكتبي، روح يا بن غويث روح روح، جوله الاوامر الاخيره، حرك اوهن وبن كردوس وراقب للمركز الثالث. الله 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 الله، ديراب ديراب سعيد بن سالم بن سعيد الجربوع المري يصل مفاجاه للكل بدخوله القوي، دخوله قوي للقائم من كردوس. هذا هو ايضا ديراب ديراب يتواجد في المركز الثاني يقير الى الصداره. هذا هو ديراب على مقدمه الشوط على المركز الاول، انطلق بالصداره، انطلق بالمركز الاول ديراب سعيد بن سالم الجربوع المري، ولكن برزان برزان في شوط القعدان وديراب ديراب 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 برزان ديراب يحقق الفوز الانتصار. سعيد بن سالم سعيد القربوع المري، المركز الثاني برزان عبد العزيز بن قاسم بن ربيعه الكواري، والمركز الثالث شاهين منصور بن محمد بن كردوس العامري، بينما المركز الرابع
وصل ايضا مشاهدينا الاعزاء كان الوصول من الذيب سيف بن سالم بن غويد الاكتبي وايضا المركز الخامس ما شاء الله كفو سعيد بن علي بن سعيد البريس المري ايضا وصل مع كفو سعيد بن علي بن سعيد البريس المري ما شاء الله منافسه قويه تحدي ايضا حيث حضر ديراف في الاقدار الاخيره فكان ايضا بدخوله المميز وانطلاقه الذي ابهر المتابعين والمشاهدين لدى انطلاقه ايضا هذه الاشواط سعيد بن سالم بن سعيد الدربوعي المري الذي وصل بحماس كبير وانطلاق مثير باللحظات الاخيره مفضي الناموس هذا الشوط ايضا لمالكه في هذا الانطلاق هذه هي لحظات النهايه هذه هي لحظات ايضا التوقيت الزمني الذي كان مصاحبا لديراب حيث انطلق ايضا بالانطلاق الجميل والرائع 5 دقائق 59 ثانية 5 أجزاء من الثانية تهانينا وناموس له على هذا الفوز والانتصار في هذا الانطلاق المميز برزانة في المركز الثاني بأيضا عبد العزيز بن قاسم الربيعة بن عيسى الكواري بتوقيت زمني مقدار مشاهدينا الأعزاء صاحب المركز الثاني 5 دقائق 59 ثانية 9 أجزاء من الثانية تهانينا وناموس المركز الثالث كان الوصول ايضا بشاهين منصور بن محمد بن كردوس العامري الذي قدم العروض الممتازه بتوقيت زمني مقدار 6 دقائق 5 أجزاء من الثانيه.